Why should we hire you؟ واحد من أصعب الكويستشنز اللي ممكن تتسألها في الانترفيو، ومحتاج إجابة ثعبانية. يعني مش لازم تكون بتتكلم على الفيلد المعين اللي أنت رايح تتقدم فيه. الإجابة اللي هقولها لك النهاردة تنفع لكل أنواع الوظائف. So يلا بينا نبدأ. Let's jump right in. أول حاجة هتقوله I love what I do. I love what I do. I'm passionate about this type of work. So everything will be done to a high standard. And I'll get more work than the average person. And also because I have all the skills, qualities, and qualifications to match the job description. So I can come into the team and have an immediate and positive impact. And I'll need minimal supervision. So انت كده قلت له كل حاجة، بس محتاج بس تعرف الترجمة بتاعت الكلام ده عشان تقوله صح. So هتلاقي كل الشرح لكل كلمة موجودة في ده اللي هي تحت في الديسكريبشن، فيديو الشرح على البيج الرئيسية. والسلر، باي باي.